الحلقة أول سؤال معانا من دكتور حلمي من الإسكندرية. دكتور حلمي السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. بس دكتور حلمي يعني اسمح لي حضرتك بس نوطي التلفزيون ونسمع من تسمعني من التليفون اللي تكرمت. شو تحت أمرك يا دكتور عمرو. تفضل. الحقيقة تعليقا على كلام حضرتك في التوحش الإنساني، للأسف رجال الدين اليهودي المتطرفين بيجيبوا أجزاء من التوراة بتدفع الجيش الإسرائيلي لاستخدامها كحجج دينية. احنا ردينا في حلقة على الحاجات دي يا استاذ دكتور حلمي. يعني احنا في حلقة جبنا كل الأدلة وبينا ان بالعكس العهد القديم بيأكد ان الكلام ده كلام باطل وغير حقيقي. ولكن اتفضل دكتور حلمي. الأيام للأسف حضرتك بعض رجال الدين بتتحلل لهم القضاء على القوارير لأنها حملت بذرة المكافحين اللي هيطلعوا من الأجيال القادمة، وعشان كده أحلوا لهم القضاء على الأطفال والنساء للأسف بوازع ديني باطل من بعض الحاكمات المتطرفين. تسمح لحضرتك دكتور حلمي، إن شاء الله نعمل حلقة أو جزء من حلقة للكلام عن هذا الموضوع. طيب اسمح لي حضرتك، أنا ليا سؤال بعد إذنك. تفضل يا دكتور حلمي. أنا عندي ثلاث أولاد. نعم. أنا راجل أرمل وعندي ثلاث أولاد الحمد لله كلهم في مناصب مرموقة وماديا كلهم مستريحين، أقلهم الأصغر واللي هو قاعد معايا وهو ضابط في القوات المسلحة. طيب. ولم يتزوج إلى الآن. ربنا يبارك لك فيهم جميعا. الله يكرمك. والشقة اللي أنا موجود فيها دي تمليك كان من فلوسي وفلوس أمهم الله يرحمها. نعم. هل لو كتبت هذه الشقة لابني الأصغر لأنه أقلهم دخلا. طيب. وهو الذي لا يتزوج. هي خلاص بعد الزواج بقت ملك حضرتك كاملة. ولا هي أصلا ملك حضرتك كاملة؟ لا هي باسمي أنا. طيب خلاص يعني هي ملك حضرتك. فحضرتك بتسألني لو إن حضرتك كتبتها للأخ الأصغر لأنه الأكثر احتياجا فهل ده جائز؟ تمام كده، وخاصة إن والدتهم كانت مساهمة معايا في الشراء. خلاص أنا هجاوب على حضرتك يا دكتور حلمي. ده اسمه يا جماعة ده اسمه التصرف في حال الحياة. والتصرف في حال الحياة محتاج حاجتين، إن يكون الشخص كامل الأهلية وإن يكون الشخص كامل الملك، فله أن يتصرف كما شئت. فلذلك يا دكتور حلمي يجوز إن أنت تكتب هذه الشقة لابنك وهذا ليس فيه إثم وليس حراما، لأن أنت يجوز إن أنت تتصرف في ملكك كيفما شئت ولا علاقة لهذا بالميراث. الناس متصورة إن كل ما يملكه الإنسان عندما يكبر في السن يبقى نوع من أنواع الميراث، هذا غير صحيح، لأن الميراث عندنا لابد فيه من شروط. الشروط ان يبقى فيه تركه، اول حاجه يتوفى المورث ثم يكون هناك حياه للوارث ثم تكون هناك تركه. اما وان ما فيش وفاه فانت تملك مالك ويجوز لك ان تتصرف في مالك كيفما شئت. ومساله التسويم بين الاولاد في العطيه ده هذا من قبيل المستحب، ده اذا كانوا متساويين. اما اذا كان في معنى من المعاني يخليك ترجح حد على حد فيجوز لك ان تفعل هذا بغير حرمة ولا كراهة.